الفقرة الثالثة هي فقرة أسئلة عن المنتخبات، كل تيم هيختار منتخب هسأله عنه ثلاث أسئلة. مش ممكن تبدأ بيهم بقى، معلش بقى. افرق في ايه يا ابني؟ معلش بقى، ما انت منتخبك غير منتخب. معلش بقى اختار بقى. يلا يا سيدي. ماشي. التفاؤل والتشاؤم وكده. ماشي. اختاروا فريق. هنلبس الأزرق. اختاروا فريق. اتفضل. تعملوا ايه؟ ايه هات الاستاندين؟ الأزرق ده اللي هو إيطاليا ولا؟ لا الأرجنتين. ايه إيطاليا؟ إيطاليا يا باشا. الأرجنتين. الأرجنتين إن شاء الله. أنا كنت عايز تقول. قول لي بقى أول سؤال. الأرجنتين كسبت بلجيكا كام في قبل نهائي كأس العالم؟ ده سؤال مهم. سؤال حلو. طيب سؤال حلو. في تلاعب يا باشا، انا قلت لك في كور سخن او في من الاول اصلا. اتفضل يا باشا. انت براحتك براحتك. تمام. كم مره الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم؟ 78 و86 خدوها، 2014 خسروا النهائي، يبقى 3. والله ثانيه ولا اربعه؟ ثانيه واحده. ممكن طب ممكن تبقى اربعه. ممكن هو انت اصلا بتقول بالاجابات ولا؟ لا مش اجابات، اختيارات. لا ما فيهاش اختيارات. تمام اربعه. خلاص هي اربعه. هو ما دام مش ثلاثه يبقى اربعه، ما تقعدش تجود كتير. او 90 اربعه. ايوه صح 94 1-0 بريم. الله يخرب بيتك. 4-0. هم قالوا على فكره قالوا 3 من الاول. ما لازم هو لازم يقول في النهايه. طب انا استنى افتك حبتك يا جدعان. بعد اذنكم بعد اذنكم. مش كده انا ازاي ما حسبتش يا جدعان؟ بعد اذنكم ثانيه. هي خلاص 4. انت يا حبيبي بعد اذنك ثانيه. والله 4. 5 ثواني. 4 يا عم. يا عم اجابه غلط. طب يا ابني يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا ابني اهدى. دي تحيه تحيه جايه حيره. الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم سنه 30 5 صح. وسنة 78. بس هم عارفين. طيب خلاص يا خمسة. انا مش راضي اتكلم. انت بقى اللي انت خد بالك من اللعبه على الاعصاب. خد بالك من اللعبه على الاعصاب. انا سايبه يقول ما تسكت. اصل انا افتكرت المفروض اللي يتكلم خلاص. على فكره انا كنت المفروض خدت الموضوع. المفروض اللي يتكلم خلص. ماشي. طيب تاني سؤال. انت هتاخد الارجنتين عادي برضه. في اسئله ثانيه ليك عادي. تاني سؤال. مين هو اكتر فريق الارجنتين لعبه في تاريخ كاس العالم؟ حلو. مفيش اختيارات؟ المكسيك مثلا؟ ده حلو ده. ولعبوا 7 مرات بالمناسبه. انا عارف. ليه ما اخترتش المانيا؟ المانيا المكسيك هو اللي بيلعبوا عشان انت ما رضيتش تخسر الاول. هو المانيا. بص المانيا ان شاء الله واحنا ونصيبنا. يعني المانيا المكسيك. المانيا. المانيا. المانيا ولا المكسيك؟ المانيا. انت شايف ايه؟ انت شايف؟ لا مش المانيا. مش المانيا. اجابه صح. الحمد لله من عند ربنا دي. عند ربنا والله رميتها. اخر سؤال دايما سؤال صعب. يا السؤال اللي فات ده كان سهل. طبعا. معروفه. لا بس انت هتنهي كسران. في كم لاعب من الارجنتين كسب افضل لاعب في البطوله؟ 2 ميسي ومارادونا. ممكن تهدى شويه عشان بس المراره. هي خلاص 2 ميسي ومارادونا. اجابه صح. هي يا عم انت بتفكر بجاب غير منطق. على الناس بقى ماريو كيمبس كسب جايزه بس مش رسميه. لا جايزه احسن لاعب في مصر كانتش رسميه. كده 2 من 3. اوكي ولا انت لازم تغلط ان شاء الله. مش هنغلط. هناخد منتخب ايه؟ الارجنتين. ليه يا عم؟ اسئله مختلفه. هو فاكر ان هو كده يعني مش هم يعني. هم طبعا مش مشكله. هيتوم في الاسئله. ربنا ينفضنا. هيتوم في الاسئله. برازيل مين يا عم؟ برازيلي واسمر برقص سامبا. فينيسيوس جونيور ونيمار برقص سامبا يا باشا. بقول لك ايه؟ برقص سامبا. لا 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 بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه هنرقصوا مع بعض دلوقتي. بس هولندا. بقول لك ايه؟ برازيل. هو ما تختارش منتخب ملوش تاريخ عشان انت مش هتبقى فاكر ولا انا فاكر. فرنسا. فرنسا. برازيل. فرنسا يا عم. برازيل تاريخ كبير يحكي عليه. قول البرازيل. انا موافق. على الاقل على الاقل ممكن اجيب سؤال. نعرف نجاوب اي حاجه. هيقول لك رونالدو في 2006 جاب كام جون. استنى بس ده هيقول لك رونالدو في 2006 جاب كام جون؟ 2002. يا عم كنت هتبقى انت هتعرف 30 دقيقه لو قعدت لبكره. تعرف تعرف ايه بس صلي على النبي. يلا بينا. تعرف والله. بكره. في كم مرة لاعب برازيلي كسب هداف كأس العالم؟ حلو قوي الكلام ده. طب الوقت بس عشان احسب الوقت. استاذنك بجد والله احسب الوقت. ماشي. ايوه لسه ما خلصش كل ده. كل كلمة هزود لهم 10 ثواني. كل حركة هزود لهم 10 ثواني. عشر ثواني. بقول لك ايه؟ قول. 3. اجابه غلط. 4. يا اخي قلت لك 4. مين الاربعه؟ اضرب اي اربعه يا اخي. عندك مين؟ رونالدو. رونالدو. انتوا ايه؟ اصل انا بقول له رونالدو. قال لي انا بقول له الظاهره. قال لي رونالدو. طيب ايوه. ما هو قال التاني. ايش هذا؟ والله نفس المعنى. ما هو الراجل ده صح. ما هو بتحارب الراجل. براجل صح. عندك بيليه.
لا بيلي ما كسبش هداف كاس العالم، ده انا متاكد منه. لا ما كسبش كاس العالم، بس جارينشا في المعلومه. انا عارف الظاهره وجارينشا في 50 ليونداس في 38. اي بالحب معانا يعني. خلاص يا جماعه ليونداس يا عم. اي ليونداس اتزمن بتاع 38. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال الثاني كده ضمنت عادل. سنه 38 كان فيها كاس العالم. ايوه ايه السؤال ده؟ مش كان في حرب عالميه سنه؟ لا ده ممكن تهدى ده شويه، ممكن تسكت. ما تفضحناش كده كان في. ايوه انا عارف انت بتخلص كاس عام 38. ايوه كنت انا مخبي. هم لعبوا كاس عالم في كوبا بس عندهم هناك. أيوة عندك انت البرازيل ما راحتش. اللي عندك السؤال الثاني اتفضل. بس على فكره الاسئله دي صعبه بتاعت البرازيل الصراحه. انا لو منكم بعترض ولا اعترض وانسحب حق الله. لا ده انا اكسر لكم مكان. السؤال الثاني، قطر 2022 هي المشاركه رقم كام للبرازيل في كاس العالم؟ كل قوي السؤال ده. مش ممكن استاذ يا عم كؤوس عالم كاس ثانيه دي الدوره الكامل 21. لا يا عم 34 يا عم اصبر سيبني عدوهم. 31. طب الوقت 50 اليوبيل الذهبي 50 بقوا 35 ثانيه. كمل ايه اللي 35 ثانيه خلاص. كمش يا باشا تهزر. كلمش يا باشا. ايوه قوي احنا هنخلص ونرجع لبعض. 5 ثواني. المشاركة 21. إجابة غلط. 22. عديت غلط. البطولة 23. طب ما عدلتش ليه؟ هو عندهم 21 بطولة فراح قايل المشاركة 21. أنت نسيت طب ولا 22؟ أيوة. دي أنت إزاي يا ابني كده؟ هم 21 فعلا. بقول لك أنت هتحسب لنا الإجابة دي صح. لا هحسبها لك إزاي؟ الإجابة دي صح. أنا غلبان والله. عشان إيه؟ عشان خط ما حصلش. الإجابة دي صح. يعني وقتك خلص. وقتك خلص. طيب عايز تسألهم بقى السؤال الثالث أو مش عايز خلاص كده؟ بقول لك يحسبها لهم صح وسقطهم في الحساب. السؤال الأخير. ليه ملوش لازمه بقى؟ حفظوا كرامتكم. حفظوا كرامتكم. اعملوا حاجه. انا هسالك سؤال صعب. سؤال سهل. ايوه. مين اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات في كاس العالم؟ مين اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات في كاس العالم؟ اغششهم. اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات مع البرازيل. ده السؤال السهل يعني مع النرويج في كاس العالم. ده السؤال السهل. مبدئيا يعني. ده السؤال السهل. ده السؤال السهل جدا. رونالدو بيليه خد. لا 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 اصبر. خلاص هو خلاص جاوب رونالدو. بيليه خد البطوله ثلاث مرات. بص دونجا لعيبه اسمه ودونجا كفو. بيليه خد البطوله ثلاث مرات. كفو. صح. كفو. انا عارف خلاص افتكرت الاجابه. كفو. رونالدو يا عم افتكرت الاجابه خلاص. كفو. كفو هو اللعيب الوحيد اللي لعب من عند البرازيل. معلش احنا محتاجين اللي هو الاجابه ال 22 دي بصراحه يعني. اه يا كابتن طبعا. وبعدين خلي بالك احنا ما قلناش جواب. انت ما سالتنيش. انت دايما بتسال زي الاستاذ جورج تسال ده جواب نهائي. ما عشان كان وقتك خلص. وقتك خلص يا باشا. طب ما تسالش. خلاص بقول لك ايه. روح خدهم منه. لا انت طلعت مش حلو بقى من جوه وكده بقى. كده بعد اول ثلاث فقرات ابتدائي فريق فوزي كسبان. وتعالوا اخر فقرتين لازم تكسبوا. انا موافق. انا عايز لازم تعملوا حاجه ان شاء الله تكون فريق. اقعد لي بقى كده. احنا كام مسابقه خلصت؟ انا اتعادلت 3 من 5. فاضل 2. فاضل 2 جايبتني يا عم. يعني اخرهم يتعادلوا معانا. لا بالظبط. هنشوف بقى نكسب التعادل ازاي. سفلتهم ان شاء الله. طب النقطه